بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي موقع في الجول، اهلا بيكم. يمكن خلاص ايام قليله بتفصلنا على انتخابات نادي الزمالك المقرر ليها يوم 20 اكتوبر، ومن خلال موقع في الجول بنحاول نقدم خدمه شامله لكل زوار الموقع ومتابعيه من خلال الحديث عن انتخابات نادي الزمالك، الحدث الابرز خلال الوقت الحالي في الرياضه المصريه. يشرفنا النهارده يبقى معانا المهندس هاني شكري. اهلا وسهلا بحضرتك، مرشح العضويه فوق السن. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن قرار الترشح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك جه امتى؟ امتى خدت القرار انك حابب تبقى موجود داخل نادي الزمالك؟ خدت الفاينل ديسيجن، خدته قبل الانتخابات بتقريبا باسبوعين بكتير. احنا بنتكلم على الانتخابات بقالنا فتره طويله وبنشتغل على الملفات بتاعت نادي الزمالك، انما انا كنت الحقيقه بفضل انه ما اخدش الانتخابات وان انا اساعد من بره. انما الحقيقه المجموعه اللي موجوده وتصميم كابتن حسين خلاني اخد قرار في الاخر الترشح. في الاول برضو حضرتك قلت ان انت كنت مش حابب تبقى موجود، حابب تساعد من بره. طب ليه حابب تساعد من بره؟ بص، دي تالت انتخابات ليا. الانتخاب 2014 الحقيقه كان انتخابات نزلت مستقل وجبت اعلى اصوات المستقلين، ويعني انتخابات كان بالنسبة لي دخلت في مجلس كان فيه مرتضى والمجلس اللي كان ساعتها 2014، واستقلت بعديها بأربع شهور لأن أنا شفت كنت أول مستقلين شفت اللي بيحصل الحقيقة واللي هيحصل قدام. ف يعني قلت لا، أنا مش هقدر أشتغل بالطريقة دي وما أقدرش أشتغل في مجلس بياخد قرارات فردية والمجلس لا قيمة له. فالحقيقة قررت ان انا امشي. في 2022 السنة اللي فاتت انا دخلت الانتخابات في فبراير لو تفتكروا. والحقيقة يعني اسمح لي ان انا الوم عليكم كصحفيين في القصة دي. ليه؟ ما حدش حلل نتائج الانتخابات المرة اللي فاتت. احنا الانتخابات اللي فاتت كان فيه 9480 صوت باطلين. الحقيقه بعد واحنا اثناء الفرز بعد ربع ساعه من الفرز كلموني قالوا لي في مشكله في لجنه 7 أو 8 اعتقد، مش فاكر انهي لجنه. رحت ايه المشكله؟ قالوا لي في 70 صوت باطل ودي نسبه كبيره جدا. فروحت رايح بصيت على الاصوات الباطله لقيت 70 صوت بتوعنا. احنا كنا عملنا غلطه الحقيقه كبيره جدا، ان احنا المفروض تاخد 3 6 3، فاحنا كان في 3 عملنا 3 5 2 وسيبنا واحد هنا لاختيار عضو الجمعية العمومية. فالحقيقه الناس من الزحمه وكده حطت 3 5 2 وبالتالي بطل الصوت. انما برضو كان على بطاقه الانتخاب التصويت جزئي مش كلي. جزئي بمعنى ايه؟ انك انت بتصوت على المنصب وانا كنت نازل علامة الصندوق. الحقيقة دي لجنة الانتخابات بعد ما قالت لنا تصويت جزئي ومكتوب على الورقة تصويت جزئي قررت انها تغير القصة دي. فبالتالي عشان كده دي اعلى نسبة اصوات باطلة في الانتخابات الاندية كلها في تاريخها، هي 25% من اصوات باطلة. الاصوات دي انا اؤكد لك وانا طلبت حتى ان الفرز يتعاد تاني والاصوات دي شوفها بتاعت مين. فقصة الانتخابات اللي فاتت احنا كل القايمة يعني بالظبط عشان نبقى دقيق 11 واحد من 12 كانوا كسبانين. بس فانا عايزكم ترجعوا للارقام، ترجعوا للارقام وترجعوا انا عندي ممكن اديها لك يعني تبص عليها. استغربت جدا انه ما فيش اي حد من الصحفيين حلل النتائج، هو قال النتيجه بس تحليل النتائج ما حصلش. يمكن حضرتك كنت زي ما انت قلت الانتخابات اللي فاتت كنت امين الصندوق، المره دي فضلت انك تبقى موجود في العضويه فوق السن. انا السنه دي ما كنتش زي ما بقول لحضرتك انا ما كنتش داخل، بس لقيت مجموعه هايله الحقيقه. انا في تقديري القايمه اللي موجوده هو لو ربنا كرم ووفقنا هو يعني واحد من افضل مجالس اداره الزمالك على مدار تاريخه وخاصه في اخر 20 30 سنه. طيب برضه ممكن يبقى في فرضيه اخرى ان ممكن ينجح حد من خارج القائمه الموحده.
هل بعض الناس من جماهير الزمالك بتخاف او زي ما بيقولوا اعضاء جماعه بيبقى عندهم دايما توتر، هل ممكن يحصل الصراعات اللي بتحصل حصلت في اخر 20 سنه، مش هنقول حتى 10، اخر 20 سنه، ان دايما ما بين دايما الانتخابات ما بتفرش مجلس كامل متكامل؟ على حسب المنصب، خليني ابقى واضح وصريح معاك. اعرف ما حضرتك لو منصب عضويه زيي فيش مشكله، انما منصب مثلا زي نائب او امانه الصندوق لا، في مشكله كبيره انه بيغير لك الداينامكس اللي بنشتغل بيه. يعني احنا مثلا المهندس هشام نصر حاطين عليه ملف كبير جدا جدا جدا. انا ما اعرفش الحقيقه المنافس ممكن يقوم بنفس المهمه دي ولا لا. اعتقد انه هشام افضل واحد يقوم. احنا على فكره هو قائمه اتعملت كده، الملفات اللي عندنا ايه ومين افضل واحد يدير هذه الملفات، يعني اتعملت كده. حتى هتلاقي ناس في القايمة ملهاش أرضية انتخابية كبيرة، ولكن هو أحسن واحد يقوم بالملف ده، فبالتالي تم اختياره. عشان كده كان التأكيد دايما على كلمة القايمة الموحدة. مظبوط. إنه القايمة الموحدة زي ما بيقولوا باللغة السوق يعني بتشيل. هي يعني فيها كابتن أحمد سليمان، والحقيقة بحييه من خلال حضرتك إنه الراجل الحقيقة بدل ما كان عنده قايمة او بيشكل قائمه، ولما قلنا له لمصلحه الزمالك ان احنا كلنا نخش مع بعض ونقسم الحاجات بهذا الشكل ما قالش لا. كواليس القرار ده خصوصا ان يعني زي ما بيقولوا من الناس الفعالين في انه في الاخر يوصل الموضوع ان بعد ما كان قرار ترشح الرئاسه كنا بنحاول كلنا بنقرب وجهات النظر، لان المشكله كانت ايه؟ المناصب الكبيره عندنا كانت خلصت يعني حسمت. فالحقيقة اما اتكلمنا معاه قلنا له كابتن احمد انت يعني مقدارك ومقامك اكبر من كده، ولكن احنا كلنا اللي موجودين ما فكرناش في المناصب، يعني انا ما فكرتش انزل فين. نفس قصة مهندس هاني برزي، يعني اقامة بهذا الشكل ان نازل عضو ما فيش مشكلة، يعني ما فكرناش في القصة دي خالص واحنا بنتكلم. بالعكس ما خدتش مننا دي اخر حاجه، يعني احنا اشتغلنا في الملفات واحنا مش عارفين هنبقى فين، ما عندناش مشكله. اللي يخدم نادي الزمالك بيخدمه في اي حته بره من جوه، عشان كده كنت بقول لحضرتك مش فارقه معايا انزل او ما انزلش، يعني لولا تصميم المجموعه والكابتن حسين في الاخر الحقيقه ما كنتش خط الانتخابات. يمكن من ابرز الملفات اللي دايما يعني جمهور الزمالك او حتى اعضاء جماعه هم بيهتموا بيها هي فكره قيمه نادي الزمالك السوقيه. بص ده بحكم شغلي ان انا بشتغل رئيس تنفيذي لواحده من اكبر شركات الاعلان، هي اكبر شركه اعلان في العالم في مصر وشمال افريقيا. فبحكم شغلي هم بيتوسموا ده. الموضوع مش بالسهوله دي. الموضوع انت بقالك 10 سنين بتهدم في ايمج نادي الزمالك بدون مبالغه، انا بقول لك الكلام ده انا يعني مفيش حاجه هتخليني اقول كده، يعني انها تهدم في ايمج نادي الزمالك بقالك 10 سنين ولا مجلس اداره كان يعني بيعكس القيمه الحقيقيه نادي الزمالك، ولا الكلام اللي كان بيتقال، ولا القناه اللي كنا بنتفرج عليها. فكل ده اثر بالسلب على قيمه نادي الزمالك. هل دي قيمته الحقيقيه اللي موجوده؟ لا طبعا، لا طبعا. انما الحقيقه ده ملف، الملف ده فيه عقود معموله، يعني العقد البث معمول مده 4 سنين، وحتى في حاجات تانية معموله مده طويله، انما هنشتغل فيها ونلاقي لها حلول، يعني مفيش مشكله في ده. انا الحقيقه مش بس في الحته التسويق، لانه الحقيقه يعني داخل في ملف شركه الكوره، دي متحمس جدا لشركه كره القدم. طبعا في ملف الكوره ماسكه كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد، ودي نقطه مهمه. كابتن حسين السيد من افضل الناس اللي انا اشتغلت معاهم، انا اتعرفت عليه بس واحنا بنشتغل على الملفات في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا، مش عارفه قبل كده. من افضل الكوادر اللي انا اشتغلت معاها، ومنظم جدا ودقيق جدا، وده اللي احنا محتاجينه في الكوره.
وراجل بتقول له الحاجه ما فيش سر بيطلع لغايه اتمامها، وده كان مفتقد في نادي الزمالك. كل حاجه بتعرفها في نادي الزمالك قبل ما بتتعمل اساسا. فهيبقى طفره كبيره. انا الحقيقه مهتم جدا بموديل شركه الكوره، لانه انا بشوف لغايه دلوقتي انه ما اتعملش موديل شركه الكوره مظبوط في مصر. فبالقامات اللي موجوده معانا زي مهندس هاني بيرزي، استاذ عمرو ادهم، قيمه كبيره جدا استاذ عمرو ادهم يعني لو تعرفت عليه، وطبعا الاستاذ محمد الاتريبي، وقامات تانية الحقيقه شغالين على ملف شركه الكوره وازاي نجيب مستثمرين، وازاي يعني ممكن في يوم من الايام نطرح شركه الكوره دي في بورصه سواء مصر او بره مصر. فده اوبجكتيف مهم جدا. والحقيقه انا رايي ان احنا هناخد خطوات فيه مهمه جدا نسبق الانديه الاخرى. حضرتك شايف ان ممكن يبقى خلال قد ايه شركه الكره يبتدي يبان ملامحها بعد يعني الانتخابات؟ انا في رايي لا، ناخد القرار بعد الانتخابات مباشره، انما فيها ستابس كتيره عشان تدرج شركه في البورصه، وفيها يعني فيها ستابس كتيره لازم تاخدها. فاعتقد يعني بتاخد من على الاقل سنتين. عشان الناس برضه تبقى فاهمه انه برضه الناس ممكن تبقى متوقعه ان تعمل شركه الكوره فور المنتخبات، انما عشان تبقى شركه الكوره دي تشتغل عليها وتنزلها مثلا في بورصه دبي ولا في اي بورصه مصريه او بتاع، هتاخد لها على الاقل سنتين. يمكن برضه من الامور دايما اعضاء الجماعه بيتكلموا عليها فرع 6 اكتوبر، الموضوع الحلم مؤجل، داخلين في 25 30 سنه، كل فتره يتقال انه خلاص مقر النادي حتى اتغير اكتر من مره، لغايه ما وصلنا في الاخر انه لغايه دلوقتي ما حصلش حاجه في فرع 6 اكتوبر. الملف ده مهم جدا. 6 اكتوبر هو احد اهم الملفات، واهم الايرادات، واحد من اهم الملفات اللي بتجيب ايرادات للنادي. احنا فكرنا في كذا موديل. اللي ماسك الملف ده المهندس هشام نصر، عشان كده بقول لك من اهم الناس اللي موجوده في القائمه وبالنسبه لنا. بي او تي موديل من الموديل اللي هو بيلد اوبريت ترانسفير، موديل من المودلز اللي احنا فكرنا فيها، وفي موديلز ثانيه بنتكلم عليها. انما الحقيقه هشام اخذ خطوات في التصميم بتاع النادي والملاعب المفتوحة، وهو عامل البلان بتاعته، لأنه هو واخد دراسات عليا في إدارة المشروعات وكده، وطبعا بحكم أنه مهندس، فمدينا 18 شهر على الأكثر هنكون ناقلين ملاعب مفتوحة هناك من الزمالك، وزي كلاب هاوس وحمام سباحة أولمبي يبقى نبتدي نمرن في اللعيبة بتاعتنا. هل هيبقى الجزء الاولاني او المرحله الاولى هي خاصه بالفرق الرياضيه فقط، ولا الاعضاء برضو هيبقى جزء للاعضاء ده؟ في كده بقول لك في كلاب هاوس وكده، وانما في جزء الفرق الرياضيه ليه؟ لانه البلان المخطط بتاعنا او الخطه بتاعتنا ان احنا اما ننقل ده هناك نعرف نغير النادي بتاع اللي موجود دلوقتي اللي هو مانسين، ان احنا نغير الماستر بلان بتاعه وندي فرصه اكتر للاعضاء انها تبقى عندها جناين وعندها يعني مساحات احسن يقعدوا فيها. المشكله النهارده انه عدد الاعضاء النادي ما يتناسبش ابدا مع مساحه النادي اللي موجوده، عشان كده هندي مساحه اكبر للاعضاء تنفس ليهم، يبقى يعني هنحاول ده للسوشيال كلاب اكتر او نادي اجتماعي اكتر، هيبقى التاني في الجزء الرياضي بشكل اكبر. يمكن برضو باعتبار مجال شغل حضرتك، فكره اللوحات الاعلانيه اللي في سور نادي الزمالك، شايف ان هي كلامك على السور الاول. السور بتاع نادي الزمالك هو كان اكبر، يعني تاني اكبر اصل في نادي الزمالك، لانه في 127 محل. انا عملت له استوديو في 2014 كامله. للأسف
ودي نقطة مهمة جدا الناس ما تعرفهاش، عقود السور دي متاخد إيجاراتها لسنة 46 و50، يعني حوالي 27 سنة من دلوقتي، يعني من 23 ل 27 سنة من دلوقتي. إزاي؟ وهل ده قانوني اللي اتعمل؟ وهل ده يعني أنت إزاي بتحجر على إيرادات أجيال قادمة بهذا الشكل؟ طبعاً معرفش الخطأ ده الحقيقة مين مسؤول عنه، طبعاً بالتأكيد مجلس الإدارة اللي فات، ومعرفش مين يدل الموافقة برضو، الموافقة دي مش مظبوطة. ولكن في الآخر بنعيد كل دراسة كل الملف ده وبنشوف نحاول ننظم عوائد بهذا الشكل. هل حضرتك شايف إن ليها حلول؟ المحلات اللي مش معمولها مش معمولها الديسكاونتنج بتاعها لل 30 سنه نقدر نعمل فيها حاجه، نقدر نشوف، نقدر الحاجات اللي مش مؤجره نأجرها. هنفتح ده مش سر يعني، ده من ضمن البرنامج اللي هيتعلن ان شاء الله في خلال ايام، هنفتح الزمالك كافيه كوفي شوب اللي هو هيبقى او زمالك ستورز اللي هيبقى فيها تي شيرتس وكل كوميرشلز الحاجات بتاعت الزمالك، من تشتري علم، تشتري ماج، تشتري كل الحاجات الكوميرشلز زي ما بنروح برشلونه وريال مدريد وبنلاقي الحاجات دي. اللوحات الاعلانيه يمكن في كلام كتير ان هي اهدرت على نادي الزمالك حقوق كتير، يعني برضو اذا كان الموضوع بالنسبه للسور نادي الزمالك برضو بيقول اللوحات الاعلانيه كان بيتم استغلالها من وجهه نظرك بشكل صحيح ولا بشكل خاطئ؟ لا، عشان نحط عليها رسائل احنا عايزين نقولها، رئيس النادي عايز يقولها، انما هل دي بتدير عائد؟ هل يجوز ان انا احط صوري في لوحات اعلانيه تخص النادي واضيع واهدر اموال على النادي لمده 10 سنين؟ ايه ده؟ هل عشان انا يعني بتلعب على مشاعر الجماهير تروح حاطط رسائل معينه على البيل بوردز بتاعتك ونقول كلام فارغ؟ فده مش ايمج نادي، ولا كانت دي اداره نادي، ولا انا لو بدير كشك سجاير ما ادروش بالشكل ده. ف يعني دي مرحله مش عايزين نتكلم عليها، لانه الحقيقه يعني انا بقول ليها اجاباتها وليها، انا مش شايف اجابات خالص، انما انا شايف انه الاداره دي حطتنا في ورطه وحطت النادي في مشكله. الديون اللي موجوده النهارده على النادي، ما فيش نادي في مصر شاف الديون دي قبل كده ولا عدى بمرحله زي كده. فالحقيقه عشان كده المجموعه اللي موجوده يعني تقول لي قائمه، واحنا ليه بنقول قائمه واحده؟ لانه عارفين الناس كلها اللي موجوده عارفين هتعمل ايه بكره الصبح، ما لناش وقت نضيعه، ما عنديش اللكجري ان انا اقعد شهر كمان افكر. انا عارف ان هخش ستيب نمبر 1 هعمل ايه، ستيب نمبر 2 هعمل ايه، وهكذا. فالقصه مش احنا بنحجرش على راي جماعه عاميه، اللي تخبوا انتخبوا، انا غيري مفيش مشكله، انما المجموعه اللي موجوده وده تم تنقيتهم في قائمه، يعني شفنا مين احسن واحد في كل حاجه من دول فاخدناهم وحطيناهم، عشان كده بنقول يا جماعه عشان سرعه الانجاز افضل. طبعا له مطلق حريه عضو جماعه ما يعمل اللي هو عايزه يعني في الاخر، بس احنا زي ما انت بتروح شركه بتجيب تيم العمل بتاعك، وانت صح ولا انا غلطان؟ يعني كل الحاجات اللي احنا شفناها، النماذج اللي احنا شفناها، شركات في، وده بيحصل في شركات القطاع العام، انه بيجيب يعني الراجل يعني سي او كويس، بس الناس اللي موجوده مش فاهمين فكره فما بيطلعش نتيجه. انما تلاقي بقى في العكس في الشركات الخاصه، انك انت الراجل جاي وبيجيب التيم اللي معاه اللي يعرف يشتغل، فسرعه الانجاز، وده الفرق. فكره العلامه التجاريه لنادي الزمالك يمكن برضو كلام كتير انه هيتم استغلالها بشكل افضل، هل في خطه لهذا؟ بص هقول لك على حاجه، الانديه في العالم كله، انا قلت الكلام ده الحقيقه كذا مره، الانديه في العالم كله هي ايراداتها، انديه الكوره او شركات الكوره ايراداتها جايه من ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه هي البرودكاستنج رايتس او البث الفضائي، بث تلفزيوني. الكوميرشال رايتس اللي هي الحقوق التجاريه بتاعت النادي، العلم، التيشيرت، الحاجات دي كلها. الحاجه الثالثه هي حضور الجماهير، التذاكر. في العالم
لاحظوا انه الحضور الجماهيري ما بقاش يمثل نسبة اكتر من 10% من الايرادات، لانه تضخمت جدا عقود الرعاية وعقود البث الفضائي والتلفزيوني يعني. ف المشكلة في مصر انه الحفاظ على العلامة التجارية والحفاظ على حقوق العلامة التجارية دي مشكلة شائكة في مصر، copyrights in general في مصر. يعني في اوروبا لو انت لابس التيشيرت دي مش اصلي ممكن يقبض عليك، انما احنا عندنا 90% من الحاجة اللي احنا لابسينه مش اصلي يعني، صح؟ فما تقدرش كمان، المشكلة كمان ما تقدرش تبيع تيشيرت ثمنها 400-500 جنيه للناس. بندرس القصة دي هنعملها ازاي، فيها حلول هنعملها ازاي، وبنتكلم مع طبعا الشركة اللي بتلبس الفريق وحاجات تانية كتير. يمكن حضرتك قلت انه من اسباب عدم نجاح 11 مرشح من 12 في انتخابات 2022 هو عدم تحديد انه يبقى سبتوا اماكن فاضيه سواء فوق السن او تحت السن لاراده الجمعيه العموميه، والموضوع ما تفهمش بشكل او باخر بالاضافه لبعض المشاكل اللي هي في بص هي كان بتمشي في انتخابات سابقه، بس عشان الزحمه المره دي فالناس ما كناش قادرين نفهمهم حتى نديهم الورقه. طبعا سيبك ان اتمنع ورقنا لغايه الساعه واحدة، القصص اللطيفه اللي انت كنت تسمعها عنها دي، المؤتمر الصحفي اللي بيطفي فيه الانوار يعني اللطافه اللي كانت بتحصل من المجلس اللي فات يعني. عشان كده المره دي عملنا قائمه كامله 3-6-3 عشان مفيش مجال، وبصراحه وهم دول الناس اللي احنا عايزينهم نعرف نشتغل معاها. يعني انت ممكن يجي لك حد كويس بس في مجاله حاجه ثانيه، هتحطه فين؟ فهي دي القصه، ده السبب. تمام. يمكن برضو من ملفات لحضرتك ملف الاعلام، يمكن حضرتك شايف، هل شايف ان الزمالك مظلوم اعلاميا ولا هو اللي ظلم نفسه اعلاميا؟ بص الاثنين ما ينفعش، يبقى عندك قناه بهذا الشكل وبهذا المستوى، مجلس اداره بهذا الشكل وبهذا المستوى، وبعدين تقول لي ظلمنا اعلاميا. ده واحد. يعني انا النهارده عملت قناه بدفع فيها ملايين كل سنه مخصصه للتمجيد في المستشار ورئيس المجلس على مدار 10 سنين، ده كان خطا فادح وغير مهني، واعرف ناس صحفيين كتير جدا اتعرض عليهم يشتغلوا في قناه الزمالك مرضوش، وهم زملكاويه جدا. ف هيحصل فيها تغيير جذري القناه. السؤال حضرتك، هل ظلمنا؟ احنا ظلمنا نفسنا، وفي شويه برضو يعني تفضيل للاهلي، انما احنا نقدر نغير ده، نقدر لو ماشي مظبوط، بس سهله. يمكن اخيرا رساله لاعضاء الجمعيه العموميه والجماهير نادي الزمالك. انا بقول المره دي الحقيقه الزمالك دي انتخابات تاريخيه للزمالك، انتخابات تاريخيه لان هو في موقف صعب جدا. الزمالك لما تشوف المشاكل اللي فيه والمشكله الماليه الطاحنه اللي موجوده فيه واللي حصل في النادي على مدار العشر سنين، التدمير اللي حصل والتجريف لايرادات النادي حتى في العشر سنين اللي فاتوا، انت محتاج مجموعه مقاتله وعارفه هيستعمل ايه بالظبط. فالاختيار بالعواطف الحقيقه مش مجدي المره دي، اختار الناس المظبوطه اللي هتحقق طموحات النادي. انا مش بواصي على الجمعيه العموميه يختاروا اللي هم عايزين، بس انا بقول المره دي اختار بعقلك، مش ده صاحبي وده يعني صاحب صاحبي والحاجات اللي احنا بنسمعها دي، واصل ده بيجاوب معانا، مفيش حاجه اسمها كده. ده هيفيد نادي الزمالك، اختاره حتى لو انت مش مستظرفه قوي، مش مهم. القصه في اختيار مجموعه مظبوطة عشان الأربع سنين اللي جايين. على فكرة أغلبيتنا مش هينزل الانتخابات اللي بعديها، موست بروبلي يعني مش هينزل. إحنا جايين في مهمة معينة وخلاص وانتهى الموضوع، نسلم الناس التانية والأجيال التانية الحقيقة والنادي، إنما يكون عملنا حاجة للنادي في الأربع سنين الجايين. تمام. والجماهير نادي الزمالك؟ أنا في رأيي إنه هم دون مبالغة، انا في رايي جمهور الزمالك ده اعظم جمهور في العالم. مفيش حد يستحمل اللي عدى على الزمالك في اخر، خاصه اخر 10 سنين.
منع الجمهور من دخول المباريات، سجن بعض المشجعين، موضوع الدفاع الجوي اللي بيوجع قلبنا لغاية دلوقتي، كل ده عدى على جمهور الزمالك، وكل اللي عايزه انه يشجع فريقه يكسب وبيحب فريقه. فأنا هقول لك حاجة الحقيقة المفروض نعلنها قريب، بس يعني دي مبادرة من القائمة. الحقيقة احنا من اهدافنا او من مخطط من يعني البلانز بتاعتنا ان احنا جزء من مدرج حلم زامورا ان شاء الله هيرجع تاني، وهنخلده باسم المشاهدة الدفاع الجوي، مدرج حلم زامورا، بس هنكتب على المدرج اسامي الشهداء، وده هيبقى مدرج الحقيقة في النادي القائم حاليا، وهيتعمل عليه فعاليات كتيرة، واحنا مش هنقدر نبني الاستاد كله او المدرج كله، هنبني جزء منه، وده هيبقى رمز لمدرج حلم زامورا. وعلى فكرة ان شاء الله ده مش هنعمله على حساب النادي، ده مبادرة من القائمة ومن الناس اللي في القائمة، وهنعمله على حساب احنا، ملوش علاقة النادي بالموضوع. بس يعني ان شاء الله ربنا يولي الاصلح، واللي فيه خير نادي الزمالك يتعمل احنا او غيرنا، واحنا مستعدين نساهم ونساعد سواء كنا برا او جوه. بشكر حضرتك يا مهندس شاني، يعني شكرا للمرشح على عضويه في السن داخل نادي الزمالك. شكرا لك. شكرا لك.